طب قول الو بقى كمان مرة. نقول الو يا كيمو. مين؟ لا انت الاي كيو بتاع، لا لا الاي كيو بتاعه مش كويس على فكره. انا ودني دي ضعيفه على فكره. قول تاني محمود. يا كيمو مش قلت اسمي خلاص. معلش سوري عملت فيها نصحه بس مش اكتر. قول تاني يا محمود. حبيبي امين عاملين ايه؟ الحمد لله احنا كويسين جدا الحمد لله. محمود انت منورنا طبعا على التليفون. الله يخليك يا رب. مبسوط ان انا بعمل مداخله معاكم. واحنا مبسوط ان كريم معاكم. حبيبي يا ميت. كريم ده حبيبي يعني. هو كريم وعمل شخصيات في ثلاث مسلسلات وانت كمان ما شاء الله عامل حاجات حلوه جدا وانتوا ظاهرين يعني ما شاء الله الساحه اليومين دول مدياكوا فرصه ان انتوا تظهروا اكتر. شايف كريم كمان كام سنه كده ممكن يبقى عامل ازاي او شبه مين؟ مش عايز اقول شبه حد، هيبقى شبه كريم عبد الخالق. يعني كريم ليه كاركتر كده لوحده، دي شخصيه جميله ولذيذه وفعلا زي ما قالت منى شخصيه مريحه جدا. وهو انا مستني يعمل كوميديا، مش انت بس ولا احنا بس، انا كلنا مستنيين يعمل كوميديا لان هو فعلا شاطر جدا وكوميديا لطيفه وراقيه كده. فانا متوقع له ان شاء الله ان هو يبقى يعني كمان سنتين ثلاثه هيكسر الدنيا ان شاء الله. ان شاء الله. وانت ايه الجديد، ايه اللي جاي قريب؟ عايزين ناخد منك حاجه كده سريعه على التليفون. والله انا كل اللي عندي دلوقتي الاب روح الجزء الثاني. تمام. وفي حاجه كده بس لسه مش اكيد. ف لسه بتقرا يعني؟ والله ما تبقى لسه يعني فادعوا لي. لا جود لك طبعا يا محمود وان شاء الله تنورنا برضو في عسل قبل نتكلم اكتر بقى عن حاجات كتير قوي ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي يا حوده. حبيبي يا كيمو. ربنا يوفقك يا رب ويحبب فيك خلقه. حبيبي انا بحب الدعوه دي جدا. حبيبي يا حوده. دعوه حلوه، دعوه حلوه جدا جدا.